صباح الخير، مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال، ونستقبل مع بعضنا العباد الكل. مدام منيا غزير خبيرة التجميل، صباح الخير مدام. صباح الخير مرحبا، يا عايشك. أي معها فيليستي، معها عرفت فما ممثلة أمريكية. بارك الله عليها، محليك صباح الخير ما شاء الله. يعني ما تدور خمسة خميس يا عايشك. شوية بخور شوية بخور شوية جميل. صباح الخير مدام، عرفنا بالطفلة. تفضل مدام. هلا غفران لاسيستونت تاع مدام منيا غزير. هوني جبتها غفران معنا، معناها تعاون شوية على تليفونات وكل حكايات. ومش اون فا تيستي اليوم، مش نقول لهم اللي على لانتيسيغ. أما قبل ما دامونيا كيما العادة لازم نرجعوا لحظة أيوب نشوفوا اش عنده. خونا أيوب، أيوب. صديقنا أيوب. تشرف الصحبة تو تعالوا السكن. دونك مرحبا بكم. سامحني أيوب، كيف يجيو يقولوا لي يابا ملا أيوب. لا عاقل السيزون هذه كتشوفوا ولا شي يحبوه ايوب بعدكمش فكره. عايشك عايشك والله، ربي يعطينا القبول يا ايوب، يعطيهم الصحه. غارو صحيح، باش نرقد دونك. ساده مشاهدين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، قبل ما جينا السيد الوزير، حضرنا احنا الكريمه نتاعنا. اخترت انا كريمه فاني من عند سمارت شيف. ثم برشا انواع كما قلت لكم، مفاحات اخرى نتاع الكريمه من عند سمارت شيف لدلكم. انا حضرت معها في القاع نتاع الكاس نتاعي، كتشوفوا حطيت كيف ما قلت لكم بسكوي. في العوض نعمل تارت عاديه، عملتها في الكاس هذيا، عملت البسكوي ملوطه، بعد فوق منه صبيت الكريمه نتاعي اللي طيبتها. وتلقاو طريقه، معناها طريقه التحضير نتاعها على القفاه نتاع الباكو، والكميه نتاع الحليب، كميه السكر، كل شيء. فوق منهم بعد ما بردت الكريمه زدت مجموعه من الغلال. انا اخترت خوخ، اخترت انزاس، ثم العنب، ثم الدقله، تنجم تحط عوينه، حطيت شوي كيوي. توا بقالي الا باش نزينها ونخليها تعمل لمعه، ناخذ توبينغ سمارت شيف اللي هو اخترته انا بالنوازات. تنجموا تختاروا بالشوكولا، بالفاني، باللي تحبوا انتوما، وتزينوا به الوجه نتاع الغله بتاعكم، يعطيها لمعه ويعطيها بنا ومن طون حاجه خارقه للعاده. دونك هذه وينك يا مدام فتحيه، وينك كنت حاضر لنا ثلاثه كيسين وشاين تيزوز كيسين وتتقرب علينا مدام منيا وعندك. احنا نتفرجوا بعينينا نموتوا بقلبنا. اللطف دابي انا ومدام منيا. دونك المصلي اليوم بالدجاج باش يكون مختلف، ماهوش كي العاده. خذيت انا الدجاج من عند مليحه، خذيت فخذات قصيتهم حاضر باش، دونك نضاف مريقلين، حطيت معاهم شويه زيت زيتونه من عند سفير، اخترت الزيت الاخضر هذايا الفرويتي، حاجه بنينه برشا. معاهم هما باش زدت البصل هذايا. توا باش نبدا نفوح الفحات نتاعي، باش ناخذ عود قرفه كيف ما كامل. انا القرفه كي نحطها في المالح ما نحطهاش بودر باش ما تعطينيش كحوليه في المرقه نتاعي. دونك باش نحط عود نتاع قرفه كيف ما هو كامل، باش نحط شويه ملح، الكميه اللي تكون معتدله. دونك ما ننسوش خاطر انا من بعد باش نزيد ليمون مخلل، ما نكثرش برشا برشا ملح. شويه فلفل اكحل، ننصحكم ديما فلفل اكحل ترحيوه في داركم بالوقت، اعز حاجه تبقى رايحته بنينه. نزيد معاهم هنا شويه تابل، ما نكثرش برشا تابل مفوح اكيد. باش نحط شيشه كركم، انا قلت لكم كركم نستعمل في الاخر الازعر في المالح، معناها في الاحمر والا في الازعر ديما نستعمل الكركم. دونك ونحط شيشه فلفل ما كثرش، شويه بركه ماهوش باش يعطيني لون قوي تاع حموريه، باش تبقى زاهره المرقه نتاعي. هذيا الفحات نتاع الدجاج، باش نخليها انا يطيب هكا، البصل اللي ترخى والدجاج نتاعي يطيب، معناها بريسك قريب يحضر. وقتها باش نزيد عليهم ابراج نتاع عوينه انا حضرتهم، ديجا الدجاج انا طيبته قبل بوقت، كان تشوفوا ديجا لونه تبدل ووجه احنا نقولوا. مغربية هذيا؟ مغربية هذيا كيف المغرب؟ لا 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 مش مغربية، لا هذيا أنا جربتها في داري وعطتني حاجة باهية. باهي تو باش نزيد عليهم هنا الليمون المصير، احنا نقولوا الليمون المخلل هذايا، ريحته ياسر زاكية. ناخذوا كعيبة كاملة ونقصوها بريجات، اللي يحب ينجم يصب عليها تشيشة ماء سخون باش تنقص منها المرارة، لكن أنا نحبها كيف ما هي، رايحتها ياسر فاوحة، باش تعدل لي طعمة العوينة مع الدجاج، تعطينا حاجه بنينه برشا وخارقه للعاده. دونك هذايا الليمون المصير. هنا باش نزيد العوينه نتاعي اللي هي قلت لكم نختاروا العوينه اللي تكون كاسحه شاده روحها وتبدا وميم طون حامضه، اللي ما نجمش ناكلها كي باش نجي هذيك، ما تعطينيش سكر برشا في المرقه نتاعي وتكون حاجه ممتازه ونكهه جديده عليكم. ما بقى الا نزيدوا زيتون سفير اللي هو مرقد في الهروس، هذايا الزيتون المفرشخ فاطمه
فرشخة فرشيخ مدقدق. دونك هذايا زيتون البنين هو اللي باش نحطوه اخر لمسة في المصلي نتاعنا نتاع الدجاج هذايا، نغطيوه ونخليوه يطيب على نار هادية سلة سلة ليل، لفحات كلها تدخل بعضها وتولي عندنا حويجه ممتازه بالنسبه للطبق المالح الاول حضر. من بعد شويه مع بعضنا باش نشوفوا كيفاش باش تكون المقرونه هذه سباغيتي انتجرال اخترتها انا من عند ورده باللونشوه والزيتون، حاجه خارقه للعاده بنينه. ومعاهم زاد باش نحضروا ما ننسوش الكوتي تاع صغارنا، كيف قلت لكم كل يوم عندنا ركن قار اسمه لمجه صغيرك، خاطر نفكروا في صحتكم وصحه صغيراتكم. فطوم انت زاد ما نسيتهمش. الوغ مدام مونيا كان تحكي لنا شنو على شنو بليتو باش نحكي اليوم؟ اليوم نركزوا البارحه حكينا على لونتيتاج تاع الوجه، نحب نقول لهم راهو لونتيتاج حتى للبلايص تاع الحب، بعض مرات الشباب وكلهم يمكن يمسوا تقعد البلاصه زرقاء. دونك احنا عندنا اللي ينحي الحب اللي هو هذا في 10 ايام بوغ نيتوايي الانتيريور نعطيو المورينجا، وال معناها 10 ايام تنحى. اما كي تبدا حبوب ايغو حب لهم شويه وقت انتخ ان موا دو موا وقت باش يتنحى. اي سي سور هذيك الحاجه الاولى كي تطلع بعد مرات تقول لك تاكل فيا، كي ياخذوا المورينجا ما عادش تبدا توت كيف فاسون، والا حتى كان كليتك ايساي دو تابوتي هكا بشويه اضرب على وجهك ولا وين طالع الحب، خاطر دوبا تمسها اظفر مسميمو راهو فيه جراثيم وتولي البلاصه زرقاء اوتوماتيكمون. دونك هو بيدو لو غرنادين اللي ينحي زاده لي تراس. اليوم عندنا الكامومي اللي باش نعملو اللي لونتي سيغن برشا، هذا راهو سي ان انتي سيغن وانتي تاج او ميم تو. بعد مرات تلقاها واحده عندها لي سيغن وتلقى هوني باغ اكزومبل اكحل والا جبينها والا سورتو تجي البلاصه هذيا الكلها كحله. دونك احنا اون فا تيستي هذا اللي هو معمول الكامومي، معمول فيه بلوزيور بلانت، فيه البودره دور، فيه الكولاجين، فيه السيرو ديغابل، هذا باش يفتح معناها ايميدياتمون البلاصه، معناها راهو بالوقت هذا راهو نحب نوريهم اللي هذا راهو سي ان برودوي ناتشورال ناكلو فيه دي سيل مينيرو اوسي. دونك يتعمل غادي يتحط هكاك على الوجه، وجست احنا على خاطر فيه نوات كوكو، فيه برشا زيوت اللي هما يعملوا الهيدرات تحت العين، خاطر سينو البلاصه تولي اغيتي برشا، تلقاها زرقيه حتى هوني تقول لي ليه وجربت وعملت، راهو مونك دو كالسيوم ونقص شربين الماء هو اللي يعمل لي سيغن، اي بي باقي راهي مناعه اللي هي تعمل هكا. دونك يتخدم هو هكا يقعد جوست 20 مينوت. احنا ناخذوا بون سامحوني خاطر هذا احرش جي با بريفو باش نجيب ارتب ديما، احنا نمسحوا نورمالمون بمنشفه حاجه رطبه منشفه قطن، انا رشيته بالسيرو ديغابل هذاك بالغافريشيسور دوب ما عملته معناها ومسحته، تشوف البلاصه ديغراداسيون بالوقت دو كولور، معناها خدمنا حد هوني باش تشوف لا ديفيرونس انتر سا اي سا، هذيك اللي تعمل. بعدها تو سويت احنا ناخذوا اللي هو هذا اللي قلنا نستعملوه كبروميير ماتيير باز بور لا بو، يتعمل هكا يعمل افي ليفت، راهو حتى كي تستعملوا على المكياج ما يتنحاش المكياج بالكل، وبالعكس يزيد يشد، معناها ترى لا يتنحى لا فون دو تان لا يتنحى مكياج. دي فوا كي تعمل الفون دو تان تحت العين تلقى اكاليبتي تغيد، هذوك تعملهم الفون دو تان. دونك كيف تستعمل هذايا فوق المكياج يتستعملوا كباز وبعد فوق المكياج ينحي كومبليتمون اكاليغيد اللي يقعدوا تحت العين، ابي تتخلص منه نهائيا. معناها مش باش تنحيها وقتي، معناها تتخلص منه نهائيا. يسوفي احنا نقولوا لها على الوقت قداش، دو موا ان موا تخوا موا، هي وقتها ترتاح منه نهائيا. اذا قد ما يقعد هكا يشيح تشوف ديجا حتى راهو يعبي شويه ويشد شويه معناها تغزر باه، هي غفران تبارك الله وجهها مليان، ترى اللي شويه ما تنفخ شويه باغابوغ على البارتي هذه، ثم اون تري غراند ديفيرونس موجوده ديفيرونس على الوقت. انا خليت نكمل ليزيتاب الكل، ما احنا معنا اتصال هاتفي. صباح الخير. الو عسلامه. مرحبا بك مدام. عسلامه اختي. يعيشك. مدام نتعرفوا عليك، شو اسمك سامحني؟ مدام رايده من نازل. مرحبا بك مدام. مدام استعملت البرودوي بيموغ؟
شنو استعملت بالضبط بالدوي. وشنو استعملته؟ انا استعملت البرودوي نتاع الفتاش وكان وجهي اكحل برشا برشا برشا، رغم اللي عديت على الطبيب الجد لكن ما فما حتى نتيجه. نفضل منيا غزيل، مدام منيا غزيل بصراحه النتيجه كانت روعه. في قداش ولا روعه النتيجه؟ وجهي تبدل جمل الوجه حتى من جلد حياه. لا معناها قداش عطاتك تختمه مدام منيا؟ عطاتك 3 شهور 6 شهور قداش؟ اعطتني 3 شهور وديجا معناها من اول من الشهر للشهر الاول بدات تعطي نتيجه، معناها من ايام بدات تقوى جلدها بدات حياتها ما عادش كما قبل بكل. الحمد لله يعيشك، ميرسي بوكو مدام. الحمد لله، تعرف استرجع ثقتي في نفسي خاطر تعرف الوجه هو هو الاساس. صباح الخير مدام. واستعملت الكرام معاه ما هو على خاطر انا قام كامله. قام كامله صابون. فوالا اللي احنا على خاطر في العاده نعطيو قام كامله اللي هما هذونا الاربع حاجات ومعاهم الصابون، مش ما تستعملناش بخدوي شيميك، دونك تستعمل القام كامله. هذا فيه اكران، فيه اللي ضغط اوسي لابو ويعاون مش تشد ويتعمل مره بركره، مش معناها كل ساعتين تقعد تستعمل فيه. هذا مره بركه في النهار تعمله يقعد وجهك امبيكاب. والصابون كيف كيف، هذا مخدوم بالسيغو دي غابل ومخدوم بالرمان بالزعفران، فيه برشا حاجات طياره. الصابون معناها نقطه واحده تغسل به الوجه وتشلل. والله اذا تعرفي اللي احنا خذيو المنتوج نتاعنا في جده عند حجام يخدم به بور لي زونغلي، هاكا موجود على الباج نتاعنا اللي هي بيموك الطبيعي، يعملوا به كباز، معناها في عود باش يعمل جيل شيميك للرجال باش يحجم وجهه، معناها بالفوشه يعمل به هو، وبعد ايسوغاز ما يطلعلوش الحب، وسورتو بور لي زوم يستعمل هذاك يحجم، وبعد يرش بهذايا ما يطلعلوش الحب، ويقعد حتى من الراجل وجهه محلاه، ودي فوا تطلعك الشعره مقلوبه ولا تبدا محبه، هذاك الكل يتخلص منه نهائيا. دونك هذا راهو ينجموا يستعملوه النساء والرجال، وسورتو السيروم ينجموا يدخلوا على الباج يشوفوا انجليز راهم استعملوه في جده باز نتاع حجامه. هذه الخدوي مدام هي استعملت هي هذيك الجرونادين واستعملت قلت لي الكران، وشنو اخر فما حاجه؟ الكران والقماش والصابونه ثلاثة حاجات. احنا عندنا زوز انواع نتاع قماش، اللي هذايا معمول بالطفل الاحمر، معمول فيه ديزانغريديون ما نحبش نقول عليهم خاطر السحريين على الاخر في ساعه ما يعطيو نظاره للوجه، وكيف كيف نتاع الطفل نتاعنا العادي، احنا ما نعرفش علاش يسموه طفل مغربي روكو هو طفل تونسي، انا لتو ما فهمتش هذا. خاطر ممكن في الحمام المغربي كوا. ليه احنا حماماتنا كلهم حمام تونسي؟ لا هما يقولوا هكاك مغربي، معروف الحمام مغربي دوك يستعملوا فيه الطفل وكل شيء. والله حماماتنا اللي هو عثماني من الاول يظهر لي. دونك هذايا معمول بالفحم، باز نتاعو فيه الفحم، كيف كيف يتخدم مع ليتاج، واحنا والكليان واحنا والتاش في موجوده. اريد نقول لك راهو اتحدى واحد كان يقول التاش ما يتنحاوش، مستحيل. احنا الحمد لله يا ربي اللي لقينا اعشاب اللي تخلصوا من البرص وتخلصوا من الصدفيه وتخلصوا من الثعلبه، مش نقعدوا الحمد لله مرتاحين، ارتحنا. عندنا اتصال اخر. صباح الخير مدام خديجه. اهلا وسهلا. مرحبا. شحوالك يا مدام؟ فرحانه والله لاباس الحمد لله يا ربي يعيشك. مدام خديجه استعملت البرودوي بيموك هكا ولا؟ استعملته. ايه شنو استعملت احكي لنا؟ لا والله ساعدني برشا، يعطيها الصحة مدام منيا حسيل وزيد معاها. عايشك. شنو استعملتي مدام؟ لونتيغيد اللي هذاك زادة. ايه. اللي هو الأول بعد لونتيغيد، وما شاء الله معناتها اللي قابلني يقول لي استعملت في وجهك، وجهك تبدل ما شاء الله. ابعثوا لنا مدام. والله العظيم. قديش توا 10 سنين ولا 20 سنة؟ من فرنسا قال لي استعملت لوجهك ماما. الله وجهك منور ومورد. الحمد لله. الحمد لله. اش استعملت انت الاسكارغو مدام؟ الاسكارغو بودغ هذاك زاد. اي اي اللي فيه البودغ دور البودغ دو بير الكولاجين وفيه. وخذيت الاكخان معاه؟ هذاك. نعم. شنو خذيت معاه؟ خذيت معاه لونتيغيد هذاك بالبودغ دور والكل هذاك لونتيغيد، ومعاه اللي فوالا اللي هذا فوالا. ريت احنا ليه هذا اون لو ماري كل واحد وشنو يسحق. انا ولا لي زاسيستونت راهو كلهم يعطيو
فرد فورمول ما نعطيه منتوج الا ما نخزره للكليان سورتو بون المره الاولى نخزره بعد كي يبعث النجم ونبعثوا له كيما قلت خاطر برشا تجيك والانسيست مش انا نشوفها راهو انا جون با اتر موجوده سور بلاس ديما بيان سور الزوز راهو انا راني انا اللي نصنع انا اللي نخدم انا اللي نجيب لومبالاج انا توا غفران تعاوني شويه في مع كاركوين في تخدم مع الانفوغرافيست على لي زيتيكيت وكل حكايات راهو معناها اون بو با راهي خدمه صنعيدين ماهوش ماكينات راهو كل شيء في ما راهو من مش عندي ماكينات ونصنع وألاشين عندنا خدامة الحمد لله نخدمو راهو اما راهو صنع يدوي راهو حاجة ارتيزانال هذاك علاش الحمد لله يا ربي ان شاء الله ربي يبارك لنا والحمد لله معناها اللي المنتوج ماخذ صدى والحمد لله دونك شوية واسع بال راهو حتى إذا كان ما لقاونيش راهو عندي لي زاسيستونت راهو ينجمو فوالا سورتو هما توا احنا عندنا على خاطر واحدة أخرى اللي هي أقدم واحدة طبعا عندها برشا يستشيروها كي نبدا انا مش موجوده دونك ما ثم حتى ما يخافوا من حد شيء يجيونا ومرحبا بهم راهو اتو مومون موجودين. باهي ما نعرفش اسكو عندنا اتصال هاتفي اخر جماعه؟ باهي معنا مدام فاطمه في التليفون، فاطمه تطلب في فاطمه تقول لها الو. صباح الخير مدام. مرحبا بك مدام فاطمه لاباس؟ عايش بنتي ربي يفضلك عايش. يعيشك. مدام فاطمه استعملت البرودوي بيموغ هكا ولا؟ طياره كان بي طياره ولا تو هاني في الدروج طالعه في الدروج وكلم فيك نتاع ولدي الدار. شو استعملت فيك حاجه للركيب ولا العظام ولا لا كنت الدروج ما نطلعلوش تو نطلع وننشر الحوايج الحمد لله. الحمد لله. دونك استعملت مدام فاطمه يظهر لي هذا واستعملت معاه الكريمه اللي تتحط في قاع السقينه. اي نعم في الكريمه في قاع السقين وفي الكيبي هذيا نتاع الركيب اللي هي تنحي الوجيعه ايميدياتمون وهذيا اللي تدهن في قاع الساق خاطر عندنا العرق الكل في قاع الساق اللي هي تخدم السيركيلاسيون سون وتنحي انفاخ وتنحي الوجيعه وتنحي التنميل اي سورتو فان جورنيك تروح لدارك تبدا سقيك تحرق فيك وعندك سورتو البارتي من هنا تبدا تنمل دونك هذا كي تدهن به حتى الظهر وتدهن به كما انا قلت لهم راهو روعه على الاخر وتتنحى الوجيعه كومبليتمون يقعدوا لي فاغيس اذا كان يبداو متراكمين ويبداو كالعروق محنبين يحب لهم شويه وقت مش تنحاو مش بحكه هذيا فيها صنغه مش تنحاو كالعروق المحنبين والا اك جويدين المهم اللي مش ترتاح منه الحاجات النفاخ والتنميل والحريق والوجيعه واللي فاغيس يتنحاو يحب لهم شويه وقت دونك شويه صبر والحمد لله اللي عندهم دي ريزولتا من نهار الاولاني هذاك لو بلوز امبورطون الواحد بعد مرات تلقاه يستعمل في البرودوي المره الاولى المره الثانيه تقول لك ما ثماش نتيجه ما لقيت شيء تلوح البرودوي احنا الحمد لله من المره الاولى عندك تبدا انت عندك ريزولتا تبدا انت مش متشجعه مش تكمل الوغ كو واحد يبدا ما عندوش ريزولتا تقول لك لوح علي راهو حتى للعباد اللي عاملين البوتوكس ولا بي ار بي ولا اي حاجه كيما انت عامله ينجم اي كيما انا عامله اكزاكتوم والله العظيم يا فاطمه اقسم بالله مشيت للطبيب وحبيت نبدل منظري اي قلت له بدل خليقتي يا اخي قال لي برا امبوسيبل والله حكيت لك دره ولا لا حكيت والله لا معناها انا صبيت حبيت هكا حاجه ما نعرفش كل حاجه كل اي حاجه هكا مبدل والله اقسم بالله العظيم قال لي نو قال لي قداش عمرك قلت له قال لي 20 لا جي 60 طون اي جو سوي فيغ دو ليتر اش قولك ايوب لا اش قولك ايوب والله اش قولك بالغمزه ايوب والله العظيم لا حب يعمل لي قال لي برا روح مدام نو وراه وجهك لاباس قلت له هي الحمد لله معناها لي برودوي راهم مش من حكه الاولى زاده راهو صافي دي زاني اللي قاعده نستعمل ومعناها دي فوا جاريت على خاطر نبدا في ديبلاسمون ولا حاجه ان باكون جو ريبرون عاود خدمته هالايامات بالكدا وجهي عاود ظهر والحمد لله معناها طاح شويه ثم
عاود نقفزنا به شد يا خطوب هو طاح وانا عملت له شد بلاستيك حاجه اخرى زاد الماكله والله انا ناخذ برشا بتراف داير كنا في السونتر ناخذوا بتراف معصور ناخذوا حتى مع البتراف يعملوا سبناخ راهو سي اكسلون عندنا نتاع شد شوفو خاطر حتى اللي يجي كي راونا يقولوا لنا فاش تاخذوا نعطيوهم مش يشربوا معناها حاجه خرق للعاده راهو الخضر راهو باقي كما تقول مريم نور صحتك هي غذاء الحاجه الاولانيه سينو نعطيو لي بلانت يومونيتير اللي هما المورينغا والا تشبك عليها هيلث بلاس حاشمه غبران عندنا الهيلث بلس عشبه متكونه من الجنسينك معها اعشاب اخرين بطبيعه خلطه سحريه نتاع دمونيا تقوي لنا المناعه وتقوي الفيتامين في البدن ايوا نعطيوها للناس اللي عندهم البرس عندهم الصدفيه والحمد لله قاعده تعطي في نتائج هايله برشا قداش يقعدوا يستعملوها ولا كل حد وحالته كل حد وحالته للبرس سابو دوري حتى لدوزون توا عندنا تجاوب كبير من الشهر الاولاني فهمتوا ثم عباد ما يجاوبش من الشهر الاولاني هو المناعه نتاع البدن على فكره المنتوجات نتاع بيموك الطبيعي شركه بيموك الطبيعي الكل فيها لمسه سحريه اللي ما نعرفها كاننا سي بيان والمعناها تو سكيا دودون اللي نحط نقولوه اما ثم اللي مثلا يشد اللي ينحي اللي يضعف اللي ثم حاجات اللي هذوك ما نعرفهم كان منيا غزايل في ال فوالا على خاطر توا كيما هذا نتاع اللي غيل فيه لمسه سحريه اللي يتلقى بعض مرات فاكهه ولا غله ولا اللي هي تعمل اكل حاجه هذيك توا كيما الفاغيز عندنا عشبه فيه نجيبوها من قريه بما اللي توا اللي يدهن في ركيب ولا يدهن في سقي معناها اللي بالوقت باش تتنحى له الوجيعه يكون مثني ولا ما يتحركش كما المره اللي فاتت سيساسي كان راقد معناها قام يجمع في الزيتون معناها مش هكاكا معناها ثم مواد اوليه كي كنت شيخ وانا هذاك عليه شيخ عليه المنتوج. مدام منيا توا برشا يسال ويقول لك باهي انا استعملت باغ اكزومبل هيلث بلاس ولا المورينغا ولا اي برودوي من برودوي بيموك هما ناتشورال اوكي بيو متفاهمين مي اسكو نجم نستعملهم افي باغ اكزومبل والا لا؟ شو افي توا مثلا اذا كان حاجه تقوي المناعه علاش ما ناخذهاش كل يوم؟ ينجم اما انا ثم فتره معينه ياخذ فيها مثلا تقويه المناعه انا علاش نقول لهم اللي ثم برشا عباده تقول لك غفران اللي تنحى لهم البرص في شهرين وثلاثه يقطعوا ما عادش تراهم وبعد يعاود يرجع لهم ابخي سي موا على خاطر ما كملوش التريتمون نتاعهم الحاجه الاولى والحاجه الثانيه خاطر هو كي يفالك معناها تتخلص منه نقول لها شنو تقعد تاكل فيه ثم حاجات تقولها كلوهم اعمل وحدك توا كيما التباول لا ارادي قداش من وحده تطلب قولها على يديكم قرقاف معناها تنجموا تستعملوها تعملوها وحدك تو المرجين نعطيوهم عليها غوسيت جوست بربي فاطمه برشا طلبوني على القمل راهم هابلين غوسيت على القمل بقول لهم ينجموا يغسلوا الشعر الصغير ويحطوا له المايونيز يلفوه ساعتين من زمان ويسلتوه بالفلايه الجويده بعد ياخذوا بو هكا ولا حتى نتاع اللي ننظفوا به البلا باش ما نقولش الكلمه اخرى يحطوا فيه خل التفاح ماء وبيكربونات يعقموا به الفرش نتاع الصغير والا يهزوه للروضه والا في الدار حتى اذا كان صغير ما عندوش قمل ولا ما عنده حتى شيء ينجموا فرشه ولا الدنيا كل مره في الاسبوع ينجموا يعقموا بها اللي هي بيكربونات وخل والماء معناها هذيك راهو يعقم حاجه غير عاديه هذه وصفه سريعه باش يتنحى لهم القمل تذكروا بارقام التليفونات ولا الغاز مرحبا بكم الناس الكل في ثلاثه نهج خلفاء الراشدون المنزه 5 فارماسي على اليمين ثاني دورة على اليسار بعد ثاني دورة على اليسار زيدا تنجموا تتصلوا بنا على الأرقام هذه 98 2023 ولا 22 341 341 29 031 032 52 025 525 ولا على الباج متاعنا فيسبوك بيموغ الطبيعي مرحبا بكم الناس الكل تنجموا تزورونا زيدا في معرض الساحلين يبدا ان شاء الله نهار 27 سبتمبر 2018 ميرسي بوكو غفران ميرسي بوكو مدام يعيشك جست نقول لهم جماعه صفاقس راهو نجموا نبعثوا لكم دونك اتصلوا بنا وان غران غران بيزو الخمسه وعصام والاولاد ميرسي بوكو منيا احنا نخرجوا ريبورتاج الخاص باخر الاخبار واخبار الحيط مع منيا الحرزي ونرجعوا
عسلامة ومرحبا بكم في جولة سريعة على أهم الأخبار اللي شغلت الرأي العام هاليومات. نبدأوها بالأخبار الأولاني. ويجينا من نهج من لونهجة في تونس، وين يظهر في الفيديو حاجة من الحاجات اللي يعانيها المواطن التونسي في شهر سبتمبر، واللي ماهوش شهر تساقط أمطار. أما هذا ممنعش أنه يصير فيضانات في النهج هذا، مش بفعل المطر أما بفعل فيضان قنوات التصريف اللي قام بتنزيل الفيديو يوصف الحالة بروائح كريهة وقذارة، وهذا شيء مش صعيب نستنتجوه من الصورة اللي نراو فيها. المشكل مش أول مرة نتعرضوا له، والجدير بالذكر أنه بنيتنا التحتية هي زادة مشكل من المشاكل اللي تواجه التونسي، وقت اللي المفروض يهتم المشاغل الأخرى في حياته اليومية يلقى روحه قدام عوائق كما هذه، كان من الممكن تجاوزها وكان من الممكن أنها ما تصيرش من الأساس. الخبر اللي بعده يمثل تجاوز كبير مش مسموح به على الأقل من ناحية الإنسانية، صفاقس وتحديداً المستشفى الجامعي الهادي شاكر، وين نشوفوا سيارة إسعاف ما نجمتش تدخل المستشفى وقاعدة واقفة قدام الباب اللي هو بيدو مسكر. علاش؟ على خاطر أعوان الحراسة داخلين في إضراب وغالقين الأبواب. الإضراب حق طبيعي لكل مواطن، والمطالبة بالحقوق زاد حق طبيعي، لكن كيف يتحول الإضراب لخطر يهدد حياة الناس ويعطل مصالح عباد أخرين، يولي الإضراب مرفوض وغير أخلاقي، وخاصة في مكان كيف المستشفى اللي فيه يصير إنقاذ حياة برشا من الناس وتخفيف الآلام ومداواة ناس أخرين تعبهم المرض. الطريقة الغالطة في الإضراب خاصة في الوضعية هذه شكل تخطر كبير ممكن تؤدي بفقدان المصاب اللي في سيارة الإسعاف لحياته، وهذا للنجم نعبر عليه بالأنانية المفرطة اللي ما تخلي حتى حد يتعاطف مع وضعية الأعوان هذو، خاطر هما بيدهم ما خموش في وضعية غيرهم واللي هي أخطر من وضعيتهم ببرشا. كما كنتوا تشوفوا البنات في المعطل الاخبار هذه على الحيط، واللي هي بالحق على الحيط ياسر زاد اي شفتوا اليوم. انا حبيت نحكي في الخبر الاول اللي هو الخبر نتاع الفيديو اللي شفناها اللي فيها الفيضان نتاع المجاري، والخبر هذا ياسر غششني على خاطر كل مره تصب المطر واحنا نحكيوا ونقولوا اللي يلزم الدوله تاخذ احتياطاتها، البلديات تاخذ احتياطاتها، ونتفرجوا تفرجت ديرنييرمون في الاخبار والمكلف دونك بالاعلام في شركه الصنايت قالوا اللي هما باش يزيدوا في الزبله والخروبه. احنا قاعدين نخلصوا ديجا في فاتوره الماء، والبلاد كلها غارقه، كل ما تصب المطر الودين تفيض، الروجرات تفيض، الكراهب فما ناس تعمل لها نويه كراهبها تغطس في الماء، الصغيرات اللي ماشيين المكتب توا باش يرجعوا للمكتب كيف كيف يغطسوا في الماء. تلقى فما دي فيديو اللي يهبطوا على فيسبوك اللي الناس تبدا من ناحيه سببتها هزه سراول في ماشيه تخدم، معناتها انت تخرج الصباح تلقى الدنيا هكاكا تفيض عليك الدنيا، كيفاش باش توصل لبيروك فما ناس ترجع ما تمشيش تخدم وترجع لديارها. دونك بربي 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 البلديات، واحنا قاعدين ياسر نعملوا في نداءات للبلديات، وانا نحب نقول لي بالحق الاخبار هذه غششني برشا برشا على خاطر شو الحبيب يا ربي ما يلزمش على خاطر على خاطر لا بالحق سيان سيريو على خاطر راهو ازعاج سيان سيريو الفيديوهات اللي هذوما ولا مش حتى فيديوهات نعيشوا فيها وباش يجي الشتاء وباش نعيشوهم وحتى في الصيف عشناهم في اود دونك اون افيو دو سو جونغ دو فيديو تلقاها في وسط العاصمه تلقاها في اللي صار في بنزرت اللي صار يصير كل عام في جندوبه بارتو كيف ما قلت دره دونك فريمون شيء يوجع القلب والله باش تبكيني السخطه باهي دره في فات هي المشكله هذه مش الشتاء هذايا انابيب تاع صرف صحي نافوره ريحتها خايبه معناها ريحه البلاد يا بعدايا هي نافوره ريحتها خايبه مع الشتاء اللي جايه مش بالحق ساعه انا حبيت نعلق على الاضرابات مش باش نعلق على الفيديو اللي كنا نشوفوه كان انت تغششت على زيكويت نتغشش على صحه بنادم كيفاش على خاطر كله تبع بعضه على صحه واحد كان معناتها متعدي في اورجونس وعطى حالته الله اعلم كيفاش ما يخليوش يدخل على خاطر اضراب باش يزيدوه شويه فلوس في شهريته. اوكي من حقك الطالب بحقوقك يزيدوك في شهريتك، اما ماذا بيك تراعي المواطن الاخر اللي هو بيدو تونسي وشوف وشوف معناها هو ياخذ في شهريه ولا مش قاعد ياخذ في شهريه، وماذا بينا نقصوا بالاضرابات هذا على خاطر هما اللي هزينا في هاويه. اوكي
معناها ثوره صارت واللي تحب انت، ما راهو مش بالاضرابات ونوقفوا الخدم والمال المعامله تتغشش وتمشي والجو هذاك الكل. بعد يقول لك شبيه الدينار وشبيه المحروقات وشبيه المعمل سكر وشبيه نقاط بطال وشبيه ما نخدمش، كلها سلسله مربوطه هو ببعضها. حق الاضراب مضمون في الدستور لكن في المعقول، في المعقول لكن في المعقول مش نستهتروا بحيث الناس زاده معناتها في امبيلونس نقولوا لا ما يدخلش وتقعد الامبيلونس تمشي تدور وتلوج على سبيطار اخر ولا كيفاش تدخل سبيطار معناتها مش باينه الحكايه تاعها هذيك منينو. نرجع نرحب بالدكتوره اميره مكديشه طبيبه مختصه في تقويم الاسنان والفكين. مرحبا مدام. يعيشك، مرحبا بك. يعيشك عايشة الحمد لله. شكرا لك يا عدم. مدام باش نحكيو على لي زاباري دونتير وكل شيء، ما قبل نرجع بحث الشيف ايوب اللي يتغاش زاد هو. برا تمشي التنوش. تفكرنا حس سما مقرونه هذاك علاش. دونك كيف ما قلنا اليوم الساده المشاهدين، بما انه بحثنا دره باش نعمل مقرونه نتاع ريجيم سباغيتي انتجرال من عند ورده. حلو ما نساوكش. دونك سباغيتي هذه باش تكون باللونشوا وبالزيتون الاكحل، اخترت الزيتون الاكحل من عند سفير، زيتون الساحلي هذايا الممتاز ومنين برشا، هو اللي باش يفوح لي المقرونه نتاعي. قبل ذلك دونك انا حطيت شويه زيت زيتونه فرويتي الاخضر هذايا، علاش حطيت الاخضر؟ خاطر اقوى انواع الزيوت في عند سفير في زيت الزيتونه باش يبقى برونونسي في المقرونه نتاعك ينطق بالضبط، نطعم زيت الزيتونه فاوح بالكدا بالكدا. نحط سنينات ثوم كيف ما هما جوست دوبله فطازهم شويه هكا ونحطهم في وسط الزيت قبل ما يبداوا يحمروا باش ما يسيبوش المراره نتاعهم. نصب عليهم طماطم، حكه طماطم سفير. اخترت الطماطم هذه المدشه بالثوم فاوحه دونك قوي لي طعم الثوم في الصوص نتاعي. حاضر باش دونك هذوما الكل يتخلطوا مع بعضهم باش نزيد معاهم بقيه المكونات الاخرى، لكن قبل نفوح بشويه فلفل اكحل شويه ملح، وعندنا لفاح لبنين ديما اللي ما ننساهوش. انا كي نعمل مكرونه حمراء محرحره. دونك الهريسه ديالي الممتازه هذه من عند سفير هي باش تفوح لنا المكرونه نتاعنا. تحبي زيت؟ حطي حط لينا بي. هاكا حرمت الجماعه الاخرين. دونك هكا اللفاح هذايا تم تاع المقرونه. شنو تبقى لنا؟ تبقى لنا باش نزيدوا شويه كبار. اي بون نورمالمون اذا كان حبيت ملح مغسول ولا لا؟ لا مغسول مريقل. حاضر باش دونك باش نزيد فلفل محرحر. هي باش نزيد شيشه معدنوس خليتها انا للمقرونه نتاعي. دونك هكا هذايا الكل يتخلط مع بعضه. من بعد باش نزيد لونشوا. لونشوا انا اخترت لونشوا مرقده في الزيت، مش مرقده برشا في الماء، كمان فيها ملح ما ننسوش، اما راهي مرقده في الزيت مش مصبره في الملح. دونك هذه لونشوا هي الاساس نتاع الرفاح نتاعي نتاع الصوص نتاعي البنينه اليوم، هي اللي باش تفوح لنا المقرونه. فما برشا ما يحبوش لونشوا، ينجم بعد ما يكمل يطيب المقرونه نتاعه ويحط فوق منها شويه تونس. السلام عليكم. وتكون مقرونه حاضر باش وبنينه. توا تبقى باش نزيدوا الزيتون الاكحل، قلت لكم انا الساحلي، نجموا فرشخوت نحيوا له القلب نتاعو. لا ميساش خليه يدي وحده ينقش. دونك هكا هذايا تشم في ريحه اللونشوا طالعه بالكدا. دونك هكا كيف ما قلت لكم المره فاتت، المقرونه من طنجرتها وهي سخونه بالماء نتاعها يبدا يقطع في وسط الماء نتاعها وناقصه شويه طياب. انا اخترت المقرونه السمراء هذه الانتجرال من عند ورده. حاضر باش باهيه للرجيم. دونك هي نعديها ديريكت للبواله، ما نسقطرهاش من الماء نتاعها ولا حاجه، نخليها هنا ونخليها تكمل طيب بس اللف الاخير نتاع الطياب نتاعها، ونعدل لها من بعد ملح ونقدمها وهي سخونه. وصحه وبالشفاء لكم من تو نقولها لكم. دونك بعد شويه باش نرجعوا مع بعضنا باش نشوفوا اقتراح نهار اليوم فيما يخص الكوتي نتاع صغيراتنا. انا اخترت باش نعملها باللي زيل دو بولي هذيك الجوانح نتاع الدجاج من عند مليحه اللي مفوحين. حاضر باش اللي هما ماريني باش نبطنهم ونعملوهم يتقرمشوا تو نشوفوا شنو معاهم باش يكون في الكوتي نتاع صغيراتنا ان شاء الله النهار اليوم. مش لك انت بيان سور باش ينجموا صغيرات ياكلوا يلزم عندهم سنينات صحاح وصحيين هكا ولا ومستويين باش ينجموا ياكلوا باش ينجموا يتكلموا وهذا الكل. دكتورة أميرة نحبوا نعرفوا وقتاش نجم نقول أنا توا سنين داخلين بعضهم ممكن ويلزمني نعمل لاباري دونتير. قبل كل شيء فاتنا لاباري هي أنواع، دونك فما حالات تطلب التدخل المبكر اللي هما الحالات اللي مش فما مشاكل في الأسنان لكن فما مشاكل في الفكين أو فما مشاكل في الوظائف
اللي هما بعد باش ياثروا على الاسنان. دونك في الحاله هذه لازم ندخلوا بطريقه معناتها استعجاليه وبطريقه مبكره حتى من سن الاربع سنوات معناها. اربع سنين في بالي معناتها سنين الحليب ما زالت بالضبط. احنا هوني مش ندخلوا باش نسيو سنين، احنا هوني باش ندخلوا باش ما يطلعوش جوستومون سنين اللي باش يعاودوا سنين الحليب معوجين. معناها هو تدخل وقائي وتدخل مبكر، لانه يعني نشوفوا في دي سين دالارم فما حاجات تظهر اللي هي باش معناتها باش يطلعوا سنين معوجين. فهمتك. كيفاش الحاجات هذوما؟ مثلا صغير يتنفس برشا بفمه، تلاحظ الام انه ولدها يشخر في الليل، انه ولدها يقوم عطشان برشا خاطر يتنفس كان بفمه، دونك التنفس ماهوش جاي معناتها ما يتنفسش فوالا، والخشم هو ياثر بطريقه مباشره، التنفس هو ياثر بطريقه مباشره في نمو الفكين، دونك اي مشكله في التنفس باش تؤدي الى انه الفك يقعد صغير، دونك السنين مش يلقاو بلاصه، وهوني يلفو انترفونيغ معناها ان اج بريكوس نشوفوا اسكو عند فوالا تدخل في اطار الوقايه، اسكو الطفل عنده مثلا اللحمات لازم نحيوهم، ولا عنده دي زاليرجي غينيت اليرجيك ولا حاجه اللي لازمنا نداويهم هما قبل باش ما نوصلوش للتعكر الحاله وباش السنين يوليو مش مسجلين. فما انه اذا كان لقينا مثلا فما ديما نقعد صغير معناها الاج دو 4 5 ans نلاحظوا مثلا انه الفك السفلي مقدم بارابور للفك العلوي ولا حاجه، فما ديزاباري اخرين اللي هما لاكسيون تاعهم اورثوبيديك معناتها الاوبجيكتيف مش انه نستيو السنين اما ناثروا على العظام فوالا لاكسيون على الفك، هو تقويم الفكين هوني مش تقويم الاسنان اللي هو فوالا. يبدا الفك مثلا تاع صغير القديمي هو اللي مقدم ولو ثاني دونك اسكو يركب لاباري في الزوز ولا جوست فو فيت معناتها لازم ساعه نعملوا تشخيص ونفهموا اسكو المشكله السنين هما اللي مقدمين والا الفك العظام هو اللي مقدم. اذا كان العظام هو اللي مقدم المشكله وقتها اذا كان صغير معناه يعني عنده نمو مازال فما قدره على النمو وقتها باش يستغل القدره هذيك باش نركبوا اباري كياجي على العظام مش على السنين فوالا باش الفك الوطني هو اللي ينمو بالكدا ونوقفوا النمو الفك الفوقاني مثلا في الحاله اللي انت عطيتها لنا هذه، والا اذا كان ما عادش عندنا نمو والمشكله ديما في الفك باش نلجأوا الى لاباري لكن في المره هذه مع جراحه الفكين فوالا. اذا المشكله في السنين بطبيعه الحال لازم ديما نركبوا اباري الفوق واللوطا، وان سيغتان مومون صغير ينجم يلبس دي زيلاستيك ولا حاجه باش يوخروا له السنين القدامين، في بعض الاحيان اضطروا زاده الى خلع سنين باش لقاو بلاصه باش نوخروا السنين مقدمين برشا. داكوردو؟ باهي لاباري دونتيغ هذه نعرفوا اللي فما انواع معناها كيفاش اسكو حسب العمر ولا حسب السنين كيفاش؟ حسب تشخيص الحاله وحسب العمر كذلك. اش معناها؟ معناها كيما كنت توا نحكي على مشاكل الوظائف ماذا بينا ناخذوهم في عمر صغير باش ما نوصلوش لتعكر الحاله، مشكل الفكين اللي هما معناتها العظم هو المشكله كيف ناخذوهم في عمر صغير ماذا فما نمو نجموا نستغلوه، لكن بالنسبه لاباري الاخر الحديد والا السيراميك توا فما برشا انواع ولا شنو صار حتى صغير يبدل سنيه الحليب. دونك ا بارتير من 12 سنه فما لي زاباري اللي يدوموا برشا، فما لي زاباري اللي يقفلوا شويه، وفما اللي زاد لي زاباري اللي يركبوا كان في الليل ماترك معناها يحطوهم كان في الليل. شنو معناها الفرق ما بيناتهم؟ الو لا باغي يدوم برشا ولا يدوم شويه حسب الحاله، قد ما تكون الحاله متعكره برشا قد ما تكون معناتها معناتها لو كاي ان بو ديفيسيل قد ما باش نطولوا بيان سور اكثر بالاباري. بالنسبه لي زاباري هذوما اللي يلبسهم في الليل هما جينيرالمون لي زاباري اللي عندهم اكسيون اسونسيلمون على الوظائف، خاصة وظيفة مثلا البلع ديغلوتيسيون، كيف واحد ما يبلعش بطريقة صحيحة لسان يدز ولا حاجة باش يعملوا مشاكل في السنين، باش نعطيو أباغي نجم يرقد بها في الليل، عنده صغير مثلا عنده لي زابيتود الخايبين يمص صبعو في الليل ولا حاجة نعطيو أباغي كيف أمبيشي الحاجة هذيا، وإلا لي زاباغي اللي عندهم أكسيون على العظام. سمحني قلت كلمة، مثلا الصباع نتاع صغار يأثر برشا في بطبيعة الحال يأثر بطريقة مباشرة على نمو الفكين، الفك العلوي الفك السفلي، دونك باش نلقاو السنين القدامين باش يقدموا مش باش يصير النمو دون لو سونس تاع العرض، معناها مش باش يعرض الفك الفوقاني باش يقدم القدام فوالا، وباش يودي فما اسباس بين الفك الفوقاني والفك اللوتاني، ومن بعد باش نلقاو مشاكل في النطق، مشاكل في التنفس، كله مربوط ببعضه معناها. فهمت؟ حبيبة؟ فما استيتيكمون مع برشا عباد يقول لك لا انا ما نحبش لاباري تبدا ظاهره ولا كبيره، نحب اباري معناها تبدا ماهيش ظاهره. يخدموا في التلفزه سورتو. يخدموا في التلفزه ولا زاد ساعات تلقى مثلا لي جون تلقاهم في عمر محدد مراهقه اكيد تبدا بالاباري تبدا ماهيش تبداش عليه. فماش دي زاباري مخصصه استيتيكمون باش ما تكونش سي هو لو بروبليم سوبوز اكثر حاجه مع الكبار جينيرالمون، معناها لاجول ديما ما يقبلش حاجه جديده كيما قلت انت اللي يضرب في التلفزه
اللي كومونيك برشا ديما عنده مشكله نتاع لاباري. الو فما بلوزيغ اوبسيون عندنا، معنيش كاين لاباري الحديد اللي يظهر برشا، عندنا لاباري سيراميك ابيض معناه ما يظهرش، وعندنا توا كاريمون الشفافيات، معناها الشفافيات هما دي غوتيغ شفافه يتحطوا ينجم ينحيهم كي عنده مناسبه ولا حاجه، ويلبسهم بمعدل 20 الى 22 ساعه في النهار، معناها ينحيهم وقت الماكله، ينحيهم كي عنده حاجه باش ما يبداوش معناها ماهمش اونكومبرونت ماهمش جينون تري استيتيك معناها يتعدي بالكذا. لا 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 نعرف اللي معناتها لاباغي دونتيغ زاد كل معناتها كل اباغي عندها طريقه نتاع تنظيف، معناها مش الكلهم كيف كيف يتنظفوا اون ميم تون يتقلقوا العباد صحيت اللي سورتو كي الكروشي هذوك عرفت صعيب، ومن بعد كي تنحي لازمك تغسل ينظفوا لهم سنين وبرشا حكايات هكا، دونك فماش حاجات جديده كيفاش تنصح العباد؟ هو اهم حاجه تو لونج دو تريتمون سي قبل ما نحطوا لاباري ديجا باش نظفوا الفم الكل باش نحيوا التكلسات الموجوده تاختخ وكل شيء باش نحيوا باش نخدموا في انفيرونمون نظيف، هذا قبل ما نحطوا لاباري ديجا باش يقعد ديما اللثه مريضه لثه سي معناها نظيفه ولا لثه بتبرى معناها ما تقعدش مريضه، ونتحركوا ديما نحركوا السنين في انفيرونمون نظيف ونقصوا معناها حتى اللوجيع وكل شيء تو لونج دو تريتمون، هذه حاجه مهمه برشا. ثم انه وسط لاباري القاعده اللي احنا ديما عندنا نقولوا نحكوا سنين ثلاث مرات في النهار، العبد اللي لابس لاباغي ما تنطبقش عليه القاعده هذه، باش يحك سنين قد ما ياكل. كل ما ياكل. كل ما ياكل باش يحك سنين، فوالا، علاش خاطر لاباغي باش تعاون الماكله باش تشد، والماكله هذيك هي اللي باش تكون نقطه الانطلاق للمشاكل الكل. ما ياثرش على صحه السنين انا نحكوا برشا. بالعكس بالعكس، لازم جوست اون بون تكنيك يعرف كيفاش يحك. داكورد باش ما يبداش معناها ان بروساج تروماتوجين يحك برشا بالقبي في معناتها ديريكسيون غالطه اكزاكتومون وديريكسيون غالطه، دونك اون بون تكنيك نتاع بروساج هو ديجا الاخصائي في التقويم باش يوري من اول سيونس كيفاش يحك كيفاش يتعامل مع لاباغي نتاعو كيفاش يستحفظ عليها، دونك هذوما اهم حاجات. فما دونك الحكيم بالكذا هذايا باش ينقص لنا من لو ريسك نتاع السوس زايده في لاباغي، لو ريسك نتاع انه يولي عنده برشا تاختخ برشا تكلسات اللي هي باش تمرض اللثه من بعد. داكوردو هذا الحكيم نتاع السنين. حاجه اخرى فما دي زادجوفون نجمو نزيدوهم للبروساج العادي هذوك، فما دي بروسات صغار ينجم يعديهم بعد ما يحك بالبروسا دون العاديه نتاعو ينظف بالكذا، لكن الماكله اللي قاعده تحت لاخت نتاعو تحت لاباغي باش يعدي بروسات صغيره وينظف بالكذا البلايص هذوك. داكوردو باش ينحي ديجا يتنظفوا وحدهم. فوالا ديجا لي زاباغي اون جينيرال اللي عندهم اكسيون على العظام وكل شيء هذوكم يتنحاو يركبوا ويتنظفوا وحدهم بطريقه معناتها عاديه جدا. لي زاباغي كيما هذوما لي غوتيغ شفافيات وكل شيء كيف كيف يتنحاو والمريض يحك سنين بالكذا ويرجعهم معناها باش يغسلهم بالماء وكهو معناها ما يسحقوش لهوه كبيره. المشكله الكل اللي سوبوز في لاباغي الفيكس اللي تشد الماكله برشا، دونك لازم اون بون تكنيك نتاع بروساج، فريكونس برشا نتاع بروساج، الوقت زاد نتاع البروساج مهم مش فايده معناتها فيسع فيسع يحك ويقول هاني حكيت معناها. لازم ينحي الماكله الكل اللي بينا. كيف جبتت على السوس دكتور حبيت نعرف اللي العبد اللي عنده سنين مسوسين دونك نداويو قبل السوس ويركب لاباغي بيان سور ابسوليومون. اول حاجه باش نبداو بها هو باش نظفوا كل شيء، البكتيريات الموجوده في الفم الكل كوسوسوا الغب التكلسات المشاكل نتاع التسوس الكلهم باش نحيهم قبل ما نتعداو للاباغي. تخدم درا؟ اخر حاجه اللي يركب لاباري لازم كل مره يرجع للطبيب سورتو لاباري كلاسيك باش يرجع باش يكبس. هذاك هو معناها اذا كان واحد ما كبسش ما تقولش عليه معناها ما عمل شيء، والا اسكو الحكايه معناها نجم مثلا نكون انا عندي رونديفو الشهر هذا ما نمشيش نرجع بعد مده تطويل مده نتاع بالضبط. سي تري امبورطون باش نفسروا للمريض من اول النهار اللي راهو فما موتيفاسيون لازم تكون حاضره، اللي لازم يكون واعي باهميه انه يجي في المواعيد نتاعو خاطر باش نحيو لاباغي، خاطر من الاول هو باش يبدا موتيفي ويتبع كل شيء، باش يستانس بها تدخل في حياته العاديه لاباغي ما عادش تقلقوا باش يبدا يسهى شويه جاي اكزام جاي حاجه باش ينسى الرونديفو نتاعو باش يوخروا كل شيء، هذيك ما ينجم كان يعطلنا في التريتمون، ما ينجم كان زاد يرجع بالمضرع على السنين وعلى عروق السنين. داكوردو خاطر فما دي فورس نعملوهم ان سيغتان مومون لازمنا نقفوا عليهم ونتعداو لغيرهم، دونك سي تري امبورتون باش يواظب لوتاسيون على المواعيد نتاعو باش ما يضرش روحه ديجا باش نكملوا لاباغي فيسا وباش نوصلوا النتيجه باهي. سؤال الاخرين اللي ممكن باش نعطيو فكره اكثر للعباد، 20 سنه التالي يقول لك تمشي تركب اباغي يقول لك باهي انت مازلت صغير نجم نعمل لك اباغي، مي كي تولي عمرك اكثر من 25 ولا 30 راهو صعيب،
اسكو مازالت الحكايه هذه ولا تطورنا؟ لا تطورنا برشا وبالعكس بدينا نحكي في تونس وفي الخارج برشا على سكون ابي لوخت دونسي دي لادولت، معناها لادولت ولا ياسر مقبل على، وهو لادولت اللي كان صغير قبل واللي كنا قبل ما كناش نعطيوه بالضبط اهميه كبيره وكانت حاجه ثانويه، توا ولات حاجه مهمه برشا ونعطيوها اهميه كبيره. دونك لادولت هذيك اللي تحرم منها في صغره توا كبر باش يحب حتى هو يزين ويحسن وكل شيء. دونك اهم حاجه بالنسبه فما عنده دي بارتيكولاريتي العبد الكهل معناها باغابور للصغار اللي هو لي ديبلاسمون باش يكونوا اصعب شويه والغب نتاعو باش يبدا فراجيل شويه باغابور للصغير. دونك يدنا برشا لهوا برشا تنظيف دي سيونس نتاع دي تختراج وسط التريتمون يتعاودوا معناتها ما نركبوا كان الا والغب كله اللثه كلها والعظم اللي داير بالسنين كله في حاله جيده وفما مواظبه على التنظيف في معناتها الحصص بين الحصص نتاع التقويم الكل. هذه اهم حاجه. سورتو ميرسي بوكو مدام اميره مقديش طبيبه مختصه في تقويم الاسنان والفكين. احنا نخرجوا اشهار ونرجعوا.